محمد صلاح والنني يحفزان المنتخب للفوز على تونس بكأس العرب. النجم الكبير محمد صلاح لاعب ليفربول، والنجم الكبير محمد النني مدافع وسط أرسنال الإنجليزي، وعملوا مكالمات هاتفية مع لاعبي المنتخب الوطني المتواجدين حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة من أجل تحفيزهم قبل ساعات قليلة من مباراتهم الهامة أمام المنتخب التونسي غدا في الدور نصف النهائي لكأس العرب. أكد صلاح والنني للاعبي الفراعنة أنهم يتابعوا مباريات المنتخب عن قرب، وفرحوا كثيرا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه كل اللاعبين في المباريات الحاسمة، مطالبين وطلبهم بالضرورة الاستمرار في الانتصارات حتى الوصول لتحقيق البطولة التي أصبحت قريبة بعد الوصول للدور نصف النهائي. محمد صلاح الحقيقة واحد من اللاعبين الكبار، هو والنني الحقيقة اللي لهم دور كبير جدا مع منتخبنا القومي.